اخواني اخواتي باخذكم الحين معاي في سيارة المستقبل مثل ما انتم شايفين، بدون مطار، بدون طيارة، بدون مساعد طيار، بدون هذه الاجراءات الكبيرة والطويلة ودخل الشنطة وطلع. سيارة المستقبل اوتوماتيكية. ادخل معاكم اقول بسم الله. هذا انا وزني خفيف، يقول لكم السيارة هذه تشيل 560 كيلو، إذا كان وزني 100 واشيل معاي واحد وزنه 100 300 كيلو إضافية، يقول لكم ونحن بالسماء عندنا 35 دقيقة، والشيء الجميل أنك أنت تقعد بدون ما تسوق وبدون ما يكون عندك ليسن، جالس ومرتاح، تحط في السيستم من النقطة A للنقطة B وتطير وترتاح، بدال 20-50 أبشركم أن الانطلاقة راح تكون في 2024. وبالنسبة للسرعات طولي بعمركم تكون سرعتها 130، نحن في دولة الإمارات من 120 ل140، لكن أبشركم السيارة هذه 130 وفي السماء بدون زحمة وبدون تعب، للأسر البرايفت ولأي شخص إن شاء الله يقدر يتملكها.